من الصور المشهورة في الوجدان الجمعي صورة المهرج اللي وشه مليان ألوان لكنه بيعيط، بيسموها صورة الضاحك الباكي، وبتعبر عن إن الكوميديان مش لازم في حياته يكون سعيد، ممكن حياته تكون أصعب من الجمهور اللي بيضحكهم. الصورة دي أكتر حد بتنطبق عليه هو نجمنا النهاردة عبد المنعم إبراهيم، اللي عانى خلال حياته من مآسي إنسانية كتير ما ظهرش ليها أي أثر في فنه. قال عنه الأستاذ محمود السعداني في كتابه المضحكون: لو كان اتولد في إنجلترا كان شق طريقه للقمة بسهولة، لكن مشكلته إنه اتولد في مصر اللي جمهورها عايز من الممثل أداء زاعق مباشر زي أداء يوسف وهبي، مش أداء ناعم وبسيط زي أداء عبد المنعم إبراهيم. وقال كمان إن مشاكله الشخصية من النوع اللي بيساعد على التحطيم مش التكوين. اتولد عبد المنعم إبراهيم يوم 24 أكتوبر سنة 1924 في بني سويف. بعدها بسنتين انتقلت أسرته للحياة في القاهرة وحصل على دبلوم الثانوية الصناعية في بولاق. بعدها اتعرف على الفنان عبد المنعم مدبولي والفنان عدلي كاسب، واكتشف التلاتة إنهم بيجمعهم حب التمثيل، فقدموا أعمال مسرحية على مسرح الأزبكية. وبعدها التحق عبد المنعم إبراهيم بمعهد الفنون المسرحية وعمره 20 سنة، وتخرج منه سنة 1949. بعد التخرج شارك في عروض المسرح الحديث، وكان من نجوم البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك. بعدها انتقل لمسرح الدولة وشارك في عروض المسرح القومي، وكمان كان بيشارك في مسرحيات فرقة إسماعيل ياسين. أداؤه التلقائي البسيط فتح له باب قلوب الجمهور، وبدأ يحقق نجاحات مهمة على خشبة المسرح، ومع الوقت ابتدى عظمه الكوميدي يشتد، وأدرك المخرجين إن قدامهم موهبة لامعة محتاجة توظيف صحيح. ولأنه كان بيجيد نطق اللغة العربية الفصحى بإتقان، قدم عدد كبير من الأدوار اللي بتحتاج لغة عربية سليمة زي مسرحيات حلاق بغداد ومعروف الإسكافي على خشبة المسرح القومي، وزي دور الشيخ عبد البر المجند في البحرية مع إسماعيل ياسين في فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول، وزي شخصية الأستاذ حكم مدرس اللغة العربية اللي بيتكلم بالنحوي في فيلم السفيرة عزيزة، بينفخ في السكينة ويصرخ الغوث النجدة، مع شكري سرحان وسعاد حسني وصديقه القديم العبقري عدلي كاسب. شارك عبد المنعم إبراهيم في عدد كبير من الأفلام، وكان دايماً بيلعب الدور الثاني، مع إنه لما عمل دور البطولة كان مميز جداً زي فيلم سر طاقية لخفة سنة 1959 وفيلم سكر هانم سنة 1960. الفيلمين كانوا ناجحين نقدياً وتجارياً، لكن المنتجين والمخرجين كانوا بيستسهلوا وبيخلوه يلعب دور صديق البطل. من أدواره المميزة دور ياسين في ثلاثية نجيب محفوظ، ودوره في فيلم إشاعة حب، وخاصة لما بيقلد يوسف وهبي، ودور الصحفي في مسرحية سكة السلامة، ودور عم آدم في مسلسل أولاد آدم، ودور أبو زينب في مسلسل الشهد والدموع، ودور الصحفي الناقد الساخر لكل الأوضاع في فيلم القاهرة 30. وعلى الرغم من شهرته بأنه ممثل كوميدي قادر على إضحاك الجمهور بكل سهولة، لكن حياته الشخصية كانت مليانة بالمشاكل والمآسي الإنسانية اللي تخليه يستحق عن جدارة لقب الضاحك الباكي. المشاكل بدأت معاه وعمره 20 سنة لما تقدم لاختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1944، وقبل الامتحان الأخير اتوفت والدته، واضطر يروح الاختبار اللي هيتحدد على أساسه مستقبله، والألم يعتصره من الداخل، ومثل قدام اللجنة وهو بيخبي دموعه. ورغم الحزن والألم نجح عبد المنعم إبراهيم واجتاز الامتحان بتفوق. نفس الموقف تكرر لما ابتدى يشم ريحة النجاح المسرحي. أثناء مشاركته في مسرحية عيلة الدغري جاله خبر وفاة والده، والتاني مرة يتحامل على نفسه ويخبي الألم جواه، وفي نفس يوم الدفن وقف على خشبة المسرح وأدى دوره. وعلشان تستمر المآسي في حياة عبد المنعم إبراهيم كان بيصور أحد أفلامه في أتينا اليونان،
اتصلوا بي يقولوا له إن زوجتك في لحظاتها الأخيرة وعايزة تشوفك، ولما حاول يرجع اتعطلت بيه الطيارة لمدة 17 ساعة. قال عنها إنها كانت أطول فترة مرت عليه في حياته. وماتت زوجته وسابت له 4 أطفال، أكبرهم سنه 8 سنين وأصغرهم أقل من سنة. رغم كل الألام دي، قال إن أكتر حاجة آلمته في حياته كانت وفاة ابنه طارق في عمر 37 سنة بسبب مرض السرطان. كانت وصيته إن جنازته تخرج من المسرح القومي في ميدان العتبة، وفعلاً توفي عبد المنعم إبراهيم يوم 18 نوفمبر 1987 عن عمر 63 سنة، وخرجت جنازة الضاحك الباكي زي ما وصى من المسرح القومي، المكان اللي شاهد بداية انطلاقه للنجومية وبداية حب الناس ليه وبروزته في قلب فترينة حلواني مصر.